هاي، أنا نسرين من لبنان عن فئة الحيوانات الأليفة، وأحمد من مصر سألني كيف بقدر أقنع شخص ما بحب الحيوانات الأليفة يصير يحبها. أحمد بحب خبرك إنه تربية الحيوانات الأليفة بالبيت كتير مهمة لكل العيلة، مفيدة للصحة وخاصة للعالم اللي عندها أمراض بالقلب والضغط واللي عندهم حالات الحزن والاكتئاب. فما تتردد وتجيب بسينة أو كلب وتربيها عندك بالبيت، وما تنسوا تتابعوا فيديوهاتي على اليوتيوب، لأنه كل ما بتزيد نسبة المشاهدة بتزيد فرصة فوزي بالبرنامج. وشكراً.